السلام عليكم، اهلا بيكم من جديد على قناتكم قناة نبض المعلومات على اليوتيوب. النهارده يا شباب هنتكلم عن برنامج مميز جدا وبرنامج سهل جدا وبرنامج مفيش واحد على عنده كمبيوتر او بيتصفح على الانترنت يقدر يستغنى عنه. صراحة يعني انا من افضل البرامج اللي عجبتني هو البرنامج ده. تمام، البرنامج ده ويت حبيت اقدمه لحضراتكم عشان ونعمل له شرح بسيط. هو شرح بسيط جدا وبرنامج بسيط جدا، ولكن المميزات بتاعته كبيرة جدا جدا جدا. هنشوف النهاردة المميزات والرائعة اللي في البرنامج. برنامج عبارة عن ترجمة النصوص او ترجمة من اللغة العربية للغة الاجنبية والعكس. وطبعا البرنامج ممكن تعمل بيه حاجات كتيرة جدا، يعني ممكن تدخل بيه موقع مثلا لو انت من الناس اللي هم يعني بيملوا جدا من موضوع ان هم يقرأ مقال بنفسهم، ممكن تخلي البرنامج يقرأ لك المقال عادي جدا، بتظلله له بس الكلمات وهو بيقرأ لك المقال عادي جدا. وفي حاجة كمان يا شباب، ان انت بتعمل ترجمة فورية من خلال الموقع. لو انت دخلت على موقع اجنبي بتظلل كلمات معينة اجنبية على طول بيعملها لك ترجمة فورية. تمام يا شباب، بدل ما تعمل لها نسخ وتروح ترجمة على جوجل، تقدر من خلال البرنامج دوتي على طول وانت على الموقع بتترجم الكلمات بطريقة سهلة جدا وسريعة جدا. هنتعرف على طريقة تثبيت البرنامج وتشغيل البرنامج. بس قبل ما نخش في موضوع النهارده وشرح النهارده، دايما بذكرك لو انت اول مره تشوفنا النهارده بتشوف قناتنا النهارده، بدعوك بضغط على زر الاشتراك اسفل هذا الفيديو وتفعيل زر الجرس، مهم جدا عشان يوصلك كل جديد حصري على قناتنا قناه نبض المعلومات على اليوتيوب. ما تنسوناش برضو يا شباب لايك الفيديو ده، بيدعمنا ان احنا نقدم ان شاء الله المزيد ليكم والجديد باستمرار. نخش يا شباب على الشرح عشان موضوع الفيديو ما يطولش. ان شاء الله هتلاقي رابط تحميل البرنامج اسفل الفيديو في الديسكريبشن. هتنزل التطبيق زي ما احنا شايفين كده بيظهر معاك بالشكل ده، تعمل له عملية التثبيت سهلة جدا. تقدر تثبته زي اي برنامج بتثبته على سطح المكتب عادي جدا، بيظهر معاك بعد التثبيت ايقونة بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، بعد كده شباب هنخش على ايقونة زي ما احنا شايفين كده بتاعت البرنامج. نفتح البرنامج بطريقة عادية جدا وطريقة سهلة جدا زي ما احنا شايفين كده. لو جينا مثلا مسحنا بس ان نمسح الكلام ده زي ما احنا شايفين كده شباب، البرنامج بيبقى ظاهر عندك بالشكل اللي انت شايفه ده. لو انا عايز مثلا اترجم كلمة معينة، مثلا هنقول كتبت نبض المعلومات، هنشوف دلوقتي ازاي نقدر نسمع الكلمة دي عن يعني انا كتبت له اي كلام هنا، ايا كان الكلام اللي انا كتبته له كتير قليل هو هيقراه لك عادي جدا. بمجرد ما انت بتضغط على الايقونة اللي هي موجودة هنا على السماعة على طول بيقرا لك الكلام زي ما احنا هنسمع دلوقتي. نبض المعلومات زي ما احنا سمعنا كده شباب. طبعا الطريقة دياتي طريقة مميزة جدا لو انت عايز تقرأ نص معين او بتكتب حاجة معينة وعايز تقرأها، او جبتها من مكان وعايز تقرأها او هتسمعها على البرنامج نفسه. تمام، طيب ايه المميز في البرنامج تاني؟ هو في بص هو برنامج صغير ولكن مميزاته كتيرة جدا، وهنشوف معظم الحاجات اللي هي مميزة في البرنامج ده. تمام، زي ما احنا شفنا شباب ان هو بأي كلمة انت بتكتبها هنا عن طريق الكيبورد هو بتسمعها على طول من خلال السماعة اللي موجودة معانا هنا. طيب انا لو عايز اتكلم والبرنامج يكتب يكتب ورايا، بيجي على علامة المايك كده، بمجرد ما انت بتتكلم بيحول لك الكلام بتاعك لنص. تمام، مهما يكون المقال بتاعك اللي انت هتكتبه هيتكتب هنا في المنطقة دي. تمام، عايز تسمعه بعد كده بتيجي على السماعة ديت وبتسمع اللي انت كتبته، ولكن مش بتسمعه بصوتك، بتسمعه عن طريق الصوت ده. نبض المعلومات زي ما احنا شايفين كده شباب او سمعنا شباب ان احنا بنسمع الصوت بالشكل ده. تمام، طبعا بيبقى عبارة عن نصوص مكتوبة، ده اول حاجة. طيب دي اول حاجة معانا في البرنامج او تاني حاجة معانا في البرنامج. طيب انا لو عايز اترجم الكلمة دي اخليها لغة انجليزية، باجي على كلمة الترجمة هنا بضغط عليها بيحولها لي لغة الى لغة انجليزية. طيب عندك كذا موقع ممكن تترجم من خلاله زي ما احنا شايفين كده، بتختار اي موقع انت حابب تترجم من خلاله، ولكن انا بفضل ان ترجمة جوجل زي ما احنا شايفين كده، دي الترجمة التلقائية بتاعت جوجل احنا بنختارها، ولكن انت عايز تختار من اي موقع بيترجم لك عادي جدا من ضمن المواقع اللي موجودة في اسفل
التطبيق زي ما احنا شايفين كده، او اسفل البرنامج. تمام، دي تالت ميزة معانا. طيب احنا ذكرنا ان انا لو على موقع مثلا، هنفتح موقع كده، هنقول مثلا كورة بلس، مثلا هنفتح مثلا كورة بلس، موقع كورة بلس ده موقع عادي جدا. نفتح كده يا شباب موقع مثلا زي الموقع ده كده، ونشوف ازاي نقدر نترجم او نخلي الموقع او البرنامج يجرلنا النص على الموقع نفسه. تمام، هنفتح زي ما احنا شايفين كده، مثلا هناخد مثلا مقال زي المقال ده مثلا، هنشوف كده، منتظر بس لحد ما يفتح معانا المقال، وهنشوف دلوقتي ازاي نخلي البرنامج يجرلنا النص على الموقع نفسه. يعني انا كده دخلت على الموقع. تمام، الطريقة دي بتفيدنا في ايه يا شباب؟ لو انا مثلا عندي مثلا نظر ضعيف شوية ومش بشوف الكلام اللي هو مكتوب على الشاشة، بقدر من خلال التطبيق ده. التطبيق ده خرافة جدا، خرافة بمعنى الكلام، ان هو بيجرالك اي مقال موجود من غير ما انت تقراه بنفسك. يعني بدل ما انا اقعد كده احط عيني في اللون الابيض دوت، وانت عارفين اللون الابيض من خلال على الكمبيوتر ما اكون بصص فيه باستمرار بيتعب النظر وبيقلل النظر طبعا. ولكن لو عايز يعني انا استفيد من خلال البرنامج دوت ان هو يقرا لي المقالات دي، بدل ما اقعد انا اقرا كمان، لو انا ممكن كمان بعد عن ببقى سامع المقال اللي موجود على تمام، هاجي بكل بساطه بظلل الكلام اللي انا عايز البرنامج يقراه لي بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده. انا مثلا عايز اخلي البرنامج يقرا لي النص ده اللي على موقع معين. تمام، باجي من الكيبورد زي ما احنا شايفين، انا ظللت الكلام اللي انا عايز البرنامج يقراه لي. باجي انا بعد ما ظلله باجي من الكيبورد وبضغط على كنترول وحرف الاي. العربي الإماراتي، الجولة 17، تقام مباراة الجزيرة وخرفكان، بث مباشر يوم الجمعة الموافق 28 فبراير 2020 الساعة 5:30 مساء بتوقيت الإمارات، والرابعة 30 دقيقة مساء بتوقيت. زي ما احنا شايفين كده يا شباب، وسمعنا بنفسنا ان البرنامج بيجرالنا النص عادي جدا لو انا بعيد عن الكمبيوتر. طيب ايه الميزة التانية يا شباب؟ لو انا مثلا دخلت كده على موقع معين، مثلا احنا خدنا مثلا حاجة زي كده، هناخد مثلا نترجم الكلمة دي، هذه كلمة مثلا موجودة على الموقع، هنخلي مثلا احنا دخلنا على موقع باللغة الانجليزية وعايزين نترجم، بدل ما ناخد مثلا ترجمة كده باخد الكلمة وبروح ابحث على بدخل على ترجمة جوجل وبضيفها هنا، بستنى لما تفتح وبضيفها هنا وباخد واحط نسخ ولصق والكلام ده، انت ممكن وانت مكانك كده ممكن تترجم الكلمة. ازاي هقدر اترجمها على الموقع نفسه يا شباب؟ خلي بالكم، باجي اعلم على الكلمة اللي انا عايز اترجمها ترجمة فورية باللغة الانجليزية، بظللها كده بالشكل ده، وباجي من على الكيبورد بضغط كنترول وحرف الكيو. زي ما احنا شايفين كده ظهر معايا حاجة منبثقة كده تبع البرنامج، ترجم لي الكلمة دي زي ما احنا شايفين، كورة بلس دي الترجمة بتاعت الكلمة دي زي ما احنا كده شايفين يا شباب. تمام، مميزات جميلة جدا في البرنامج، عجبتني صراحة، عشان كده حبيت اعمل لكم شرح للبرنامج، وان شاء الله هتلاقوا البرنامج اسفل الفيديو في الديسكريبشن تقدر تحمله. ما تنسوناش يا شباب بلايك الفيديو عشان دعم لينا للقناة، عشان نقدر نقدم لكم المزيد ان شاء الله في الدروس القادمة. شكرا لحضرتكم، عشان بس موضوع الفيديو ما يطولش اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.